السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحاضرتنا اليوم راح نكمل محتويات القائمة الرئيسية الموجودة في المتصفح جوجل كروم، وراح ناخذ الإعاز Setting. هاي هي القائمة الرئيسية، وعندما نختار الأمر Setting من هذه القائمة راح تظهر عندي النافذة بهذا الشكل. هاي النافذة محتوية على مجموعة من القوائم، ممكن الوصول إلى أي قائمة من هذه القوائم بالسكرول بهذه النافذة أو اختيار أي من هذه الأوامر الموجودة هنا حتى نوصل إلى القائمة المعنية. القائمة الأولى اسمها You and Google. هاي القائمة راح تتضمن بشكل أساسي أولاً اسم هذا الحساب الخاص بالمستخدم، وأيضاً المسألة الأخرى هي عملية مزامنة خدمات جوجل. عندما نضغط على هذا الأمر راح يعطيني مجموعة خيارات تعطيني الإمكانية من مزامنة الجهاز أو مجموعة الأجهزة اللي أستخدمها واللي راح أفتح بها نفس الحساب. الأمر الآخر هو إدارة الحساب الخاص بجوجل، فعندما راح أضغط على هذا الأمر أو أأشر على هاي الأيقونة راح تنفتح عندي مثل ما قاعدين نشوف هنا علامة تبويب جديدة بها مجموعة من البيانات. هاي البيانات هي أولاً الهوم مثل ما قاعدين نشوف هنا بها مجموعة من البيانات خاصة بمواضيع الخصوصية والأمان الخاصة بالمستخدم. أنا ممكن أقدر أوصل إلى هذه المعلومات عن طريق اختيار واحد من هذه الأوامر الموجودة في هذه القائمة. نضغط على المعلومات الشخصية أو الـ Personal Information. بهذه القائمة راح أشوف مجموعة من البيانات المهمة والخاصة بالمستخدم، اللي من ضمنها الاسم الخاص بالمستخدم. هذا هو الاسم اللي ممكن أنا أكتبه بالعربي أو بالإنجليزي، واللي راح يظهر في كل التفاصيل المتعلقة بحساب جوجل الخاص بي. أيضا ممكن أضيف تاريخ الميلاد وكلمة المرور. هنا أنا كلمة المرور ممكن أغيرها لهذا الحساب، يعني إذا كان عندي حساب جوجل ممكن أغير كلمة المرور الموجودة بهذا الحساب عن طريق هذا الاختيار. هنا عندنا مجموعة أيضا من الأوامر الخاصة بمعلومات الاتصال الخاصة بالمستخدم، فممكن المستخدم يضيف هنا مجموعة من الإيميلات حتى تكون من الإيميلات اللي راح يستخدمها الجوجل في عملية ريكفري للحساب مالتك. يعني في حال أنت في يوم من الأيام جيت دخلت على هذا الحساب ونسيت الباسورد مالتك، فممكن الجوجل راح يدز لك رسالة حتى يوضح لك أنه الطرق لعملية استرجاع الباسورد مالتك خاصة بهذا الحساب. أيضا هنا رقم التليفون الخاص بالمستخدم، ممكن تضيف رقم تليفون، وأيضا هذا ممكن من الوسائل الخاصة اللي يستخدمها الجوجل في عملية إعادة الحساب في حال نسى المستخدم الحساب مالته أو الباسورد الخاص بالحساب مالته. عندنا موضوع الـ Data and Personalization. هذه المسألة هنا توضح لي مجموعة من الخيارات اللي ممكن يعتمدها الجوجل في عملية التعامل مع الحساب مالتك وفي عملية الحصول على البيانات اللي ممكن أنت تقوم بها بعمليات البحث بداخل الجوجل. شوف هنا مثلا مجموعة من هنا يعتمد على اللوكيشن مالتك، ممكن فممكن أنت تفعل هذا الخيار أو تخلي غير فعال. ايضا هنا اعدادات خاصه بالاعلانات اللي ممكن يقوم الجوجل بارسالها اليك. فهذه التفاصيل تتعلق باداره البيانات والبرسوناليزيشن خاصه بالمستخدم. بالنسبه لموضوع السكيورتي او الامان، هنا هذه يوضح لي الأمور الخاصة بالمستخدم، مثلا الأجهزة اللي تم دخول على هذا الحساب من قبل المستخدم،
يعني سواء كان من جهازه او من اجهزه اخرى. يعني ممكن انا اتابع هذا الاختيار واشوف من الاجهزه، هل هذه الاجهزه تابعه لي مثلا او تابعه الى جهات اخرى. ممكن اي شخص قام بالدخول الى هذا الحساب بدون علمي مثلا، فممكن واحد يتابعها حتى يشوف مدى امان الخاص بالحساب مالته. الان ننتقل الى الجزء الثاني اللي هو حقول الملء الذاتي. عندنا هنا مثلا الخاصه بالباسوردات مثلا، يعني انا اذا دخلت على حساب خاص بفيسبوك مثلا او يوتيوب او الجوجل نفسه او حسابي على الجامعه او اي حساب اخر يطلب من عندي يعني باسورد ويوزر نيم، فهنا راح ادخل على هذه الحقل اللي راح يوضح لي لكل ويب سايت او لكل موقع الكتروني راح يقابله اليوزر نيم مالتي والباسورد مالتي. هاي العمليه هنا جوجل راح يحفظها بشكل تلقائي، طبعا بعد موافقه المستخدم راح يحفظها بشكل تلقائي حتى يمكن المستخدم من الدخول بشكل مباشر الى هذا الموقع بدون الحاجه الى اعاده كتابه اليوزر نيم والباسورد مره ثانيه. طبعا هذه المسائل ممكن اي شخص يعتبرها من المسائل اللي تكون خطره في حال يعني انتهاك للحسابات الخاصه بالمستخدم في المواقع الاخرى. اقصد ممكن اقدر هنا الباسورد اشوفه، طبعا راح يطلب من عندي هنا بمربع حوار انه اكتب الباسورد الخاص بالحاسبه مالتي او بالموبايل مالتي حتى اقدر اشوف هذا الباسورد، حتى يتاكد انه هل انا الشخص نفسه صاحب الحاسبه هذا اللي قاعد يقوم بعمليه كشف لهذا الباسورد. فاذا كتبت الباسورد الخاص بالحاسبه راح يكشف لي هذه الباسورد خاص بهذا الموقع. طبعا ممكن حفظ كثير من المواقع اذا اعتبر انه المستخدم انه لا باس من حفظها من داخل جوجل حتى تسهل لي عمليه الدخول في هذه المواقع. ايضا من الامور الخاصه بعمليه الملء الذاتي اللي ساعدني بها الجوجل هي طرق الدفع الالكتروني. مثل ما تعرفون بعمليات الشراء الالكتروني ممكن يقوم المستخدم بعمليه حفظ بمعلومات الخاصه ببطاقه البنك مالته حتى تسهل عمليه الملء لهذه البيانات من قبل الجوجل بشكل اوتوماتيكي حتى تسهل على المستخدم. ولكن هاي المساله تكون بها يعني شيء من الخطوره. عموما اذا فضل المستخدم انه تقوم او يقوم الجوجل بعمليه الملء الذاتي لهذه البيانات ممكن يضيف هنا معلومات الخاصه بالبطاقه البنك مالته، فيملي هنا على سبيل المثال رقم البطاقه وايضا الاكسباير ديت مالتها والاسم مثل ما مكتوب بالضبط على البطاقه وايضا هنا الكارد النيك نيم. اذا ضاف هذه المعلومات ممكن يخزنها، وبهالحاله راح يستخدم الجوجل هذه المعلومات ويدخلها بشكل مباشر بالنموذج اللي يقوم الموقع اللي انت اشتريت من عنده في عمليه ملئها. ايضا ممكن عندنا هنا مجموعه من التفاصيل تتعلق بالادرس الخاص بالمستخدم. ممكن كثير من المواقع تطلب من المستخدم ان يقوم بعمليه ملئ بشكل ذاتي للعنوان الخاص للمستخدم، وايضا ممكن يعني البلد والمنظمات وايضا النيم هنا العنوان الشارع مثلا المدينه والمقاطعه، وايضا هنا عندنا البوست كود والفون والايميل. هذه التفاصيل كلها اذا فضل المستخدم ان يقوم جوجل بملئها بشكل مباشر او اوتوماتيك عندما اي موقع يقوم بطلب هذه المعلومات ممكن انه نحفظها هنا ويعني حتى نستخدمها في حال طلبها من عندنا اي من هذه المواقع. عندنا مسألة مهمة أخرى بموضوع الـ Privacy and Security هنا، هي موضوع مسح بيانات التصفح. يعني إذا قمت مثلا بعمليات تصفح لمجموعة من المواقع وبعدين فكرت أنه أنا أريد أمسح هذه مثلا الهيستوري مع هذه المواقع وعمليات التصفح، راح أقوم بالضغط هنا وممكن تطلع عندي بهذا مربع الحوار، راح أشوف أنه عمليات المسح تكون مثلا بكل الوقت او باخر ساعه
بس أمسح، أو بآخر 24 ساعة، أو بآخر 7 أيام، أو ممكن بآخر 4 أسابيع، أو بكل الوقت وهكذا. عمليات التصفح هذه ممكن تكون أيضا، هنا عندي مجموعة من الخيارات، تكون على سبيل المثال ممكن بس البراوزنج هيستوري، أو ممكن بس الكوكيز، وممكن بالكاش الإيمج أند فايلز، ممكن أختارها بهذا الشكل أو واحدة من هذه، أو ممكن أختارها بشكل كامل وأقوم بعملية مسحها. أيضا عندنا موضوع التعامل مع الكوكيز من الخاصة بالمواقع مثلا اللي تنشر هذه الكوكيز، فهنا ممكن أسوي سماح لكل هذه الكوكيز، أو ممكن أسوي بلوك لكل هذه الكوكيز، أو ممكن أختار واحد من هذه الخيارات اللي تكون أو تعتمد على الحالة اللي أنا مستخدمها بداخل الجوجل. مثلا عندما أكون متصفح أو فاتح على سبيل المثال بالشكل المتخفي أو بالنيو انكوغنيتو ويندو مثلا، هنا أنا راح أوقفها بهذا الشكل، فممكن أختار واحد من هذه الخيارات. عندنا موضوع السكيورتي، حكينا عليه هذا الموضوع، بس هنا عندنا تفاصيل ممكن نحددها في خيارات ممكن يساعدنا بها الجوجل في دعم جانب الأمان الخاص بحساب المستخدم. فممكن نسوي انهانس لهذه عملية البروتكشن، أو ممكن نختار الستاندر. وطبعا هاي المسألة تكون يعني معتمدة على نوع وصيغة المستخدم في عمليات التصفح. كل ما زادت عملية البروتكشن، كل ما ممكن صار أكو تقييد في الذهاب أو الحصول على المواقع من قبل هذا المستخدم. عندنا بما يتعلق في موضوع المظهر أو الأبيرينس الخاص بالجوجل، عندنا هنا مثل الثيم، والثيم أقصد به هو اللون وشكل هذه النافذة اللي قدمنا إياها الويندو. فراح أضغط عن هذه الأيقونة هنا، راح يفتح عندي نافذة أو تاب جديد يوضح لي أنه شنو الإمكانيات اللي أنا ممكن أقدر أضيفها على هذه النافذة الخاصة بالجوجل، فيعطيني مجموعة من الخيارات خاصة بمثلا هذا Artist Theme مثلا، وعندي هنا Polished by Chrome. شوف هنا عندي مجموعة من الألوان، أنا ممكن أختار واحد من هذه الألوان وأقوم بإضافتها بحيث يكون المظهر الخاص بالمتصفح أو لنافذة متصفح الجوجل يكون بهذا الشكل. ما يتعلق بإظهار علامة الهوم باتون بهذا الشكل، أنا أقدر أضيف أو أخلي الجوجل يظهر لي هاي العلامة، علامة الهوم باتون، أو ممكن لا ما أحتاج أن تظهر لي هاي علامة الهوم باتون. في حال ما أنا اختاريت أن تظهر علامة الهوم باتون، لازم أحدد ممكن شنو هاي الهوم باتون، والهوم باتون هي الصفحة اللي راح تنفتح عندما أفتح أو أشغل جوجل كروم من البداية. فممكن تظهر لي مثلا يوتا مثل ما هسه الخيار موجود، او ممكن انا راح ادخل رابط لموقع معين. انا افضل كل ما اشغل فرضا الجوجل كروم راح تظهر عندي هذا الصفحه. عندنا بالنسبه للتفاصيل تتعلق بالفونت سايز، ممكن اختارها بشكل الميديوم او سمول او فيري سمول، لارج فيري لارج من هذه ايضا الخطوط. والبيج زوم، الزوم اللي هنا هو ممكن انا ايضا اختاره ان يكون 100%، وممكن واحد من هذه الخيارات. وطبعا انا اقدر مثل ما شفنا ان اوصل للزوم من هنا نفس الشيء، يعني انا اقدر اوصلها من القائمه الرئيسيه مباشره، او اروح للاعدادات واروح للابيرنس واختار واحد من هذه الخيارات المتعلقه بالزوم. بالنسبه للسيرش انجن هنا انا ممكن اختار ان يكون مثلا الجوجل كسيرش انجن، او ممكن يكون عندي الياهو، او ممكن البينج. يعني انا راسا من اسوي عمليات البحث، راسا راح تكون هنا عندي المحرك البحث اللي راح يقوم بعمليه البحث هو مثلا اللي انا راح اختاره بهذا الحقل، وممكن الدك دك، وايضا عندي الياندكس. وطبعا كثير من محركات البحث، واحنا راح نجي في موضوع محركات البحث راح نستعرض هذه محركات البحث ونشوف شنو المميزات المتعلقه بهذا الموضوع. ايضا هنا عندي اداره محركات البحث، ممكن انا اقدر يعني اضيف محركات البحث هنا، وممكن ايضا امسح محركات بحث يعني حتى تظهر عندي بالقائمه. فممكن ايضا اسوي عمليه مسح، وايضا
أسوي لها تحديث، وأيضا أختارها بشكل تكون هي محركات البحث الافتراضية. بالنسبة إلى موضوع الستارت اب، أو هو عندما يعني تنفتح عندي النافذة الخاصة بجوجل كروم، عندي ثلاث خيارات إذا فتحت النافذة الخاصة بجوجل كروم بهذا الشكل. الخيارات هي أن تكون عندي مثل Open New Tab Page، يعني راح ينفتح عندي Tab Page أول ما أفتح، أو Continue Where You Left Off، يعني وين أنا كنت متصفح، مثلا فاتح مثلا أربع خمس تابات مثلا أو أربع خمس مواقع وجيت غلقت الجوجل. إذا اختاريت هذا الخيار معناها هاي الخمس مواقع راح تظهر عندما أشغل جوجل كروم مرة ثانية أو بالمرة القادمة يعني. أو ممكن أنا من أقوم بعملية هنا أنا أختار أو من يفتح عندي الجوجل، راح إذا اختاريت هذا الاختيار راح تقوم بعملية فتح صفحة مخصصة أو محددة، واللي هي تقريبا مشابهة في حال اختارينا أن يكون الهوم بوتوم مثلا بهذا الشكل هو صفحة محددة. هذا ما يتعلق تقريبا بموضوع الإعدادات الخاصة بجوجل كروم. احنا حاولنا نتحدث عنها بشكل يعني مبسط ومختصر. ممكن تحاولون ايضا في البحث في الكثير من هذه الخيارات، وتحاولون يعني تضيفون او تعدلون على حساباتكم الشخصيه بهذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع بهذا الجانب الاعدادات ضروري جدا ان يتعامل به المستخدم قبل ان يقوم بعمليه التصفح باستخدام اي متصفح سواء كان جوجل كروم او غير جوجل كروم. شكرا جزيلا لكم ومع السلامه.